والآن أعطي الكلمة لممثل قطر الموقر صاحب المعالي، لكم الكلمة لتقدموا كلمة قطر. سعادة رئيس الجمعية العمومية، سعادة الرئيس مجلس منظمة الطيران المدني، سعادة الأمين العام للمنظمة، أصحاب السعادة، رؤساء الوفود وممثلي المنظمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بالتواجد معكم اليوم في اجتماعنا هذا اليوم، والذي يضم ممثلين عن قطاع صناعة الطيران من مختلف أنحاء العالم، يأتي في أعقاب التحدي الأكبر التي واجهته هذه الصناعة بل وعالمنا أجمع، ألا وهي جائحة فيروس كورونا. وبفضل الجهود الحثيثة لمنظمة الطيران المدني والاعتماد العالمي للقاح كورونا، أصبحت الصناعة الآن في وضع يسمح لها بالتعافي والعودة بالفعل إلى مستويات ما قبل الجائحة، وكما هو الحال بالنسبة لشركة الطيران الأخرى. واجه الناقل الوطني لدولة قطر تحدياً غير مسبوق في بداية الجائحة، إلا أنه وبصفته طياراناً عالمي اتخذنا قراراً مواصلة نشاطه وعمله من أجل مساعدة العالم حينما احتاجه أكثر من أي وقت مضى، حيث تمكنا من نقل أكثر من 3 ملايين مسافر بأمان ولم شمل العائلات، وتمكين المسافرين من العودة إلى أوطانهم خلال رحلات غير مجدولة في ظل وضع إغلاق عالمي. وقد أصبح الناقل الوطني لدولة قطر في وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة في العالم، كما أن التزام دولة قطر بمساعدة دول العالم عبر قطاع الطيران لديها لم يتوقف عند هذا الحد، فقد تمكنا أيضاً من شحن أكثر من 500,000 طن من الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية للبلدان في جميع أنحاء العالم. وبمجرد أن أصبح لقاح كورونا متاحاً، سارعت دولة قطر بنقل أكثر من 500,000,000 جرعة من اللقاح بما فيها جرعات اللقاح لضمان عدم ترك أي بلد خلف الركب، كما نقلنا أيضاً لقاحات منظمة اليونيسف لمدة 5 سنوات لمبادرة اليونيسف الإنسانية للشحن الجوي. ومنذ اجتماعنا الأخير في الجمعية العمومية قبل 3 سنوات، واصلت دولة قطر تطوير وتحديث البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الملاحة الجوية الآمنة والفعالة، حيث تم افتتاح مركز قطر للمراقبة الجوية الجديد الذي يحتوي على أحدث المستجدات التقنية في مجال الملاحة الجوية، كما يضم المركز برج مراقبة افتراضي هو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط المجهز بأحدث نظام محاكاة لأبراج المراقبة. الحضور الكرام، نلتزم بتنفيذ المعايير والممارسات الصادرة عن منظمة الإيكاو، وتبذل جهوداً كبيرة في هذا المجال، حيث حازت على معدل امتثال بنسبة 99% فيما يتعلق بأحكام أمن الطيران الخاصة بالمنظمة، كما حازت أيضاً على نسبة تطبيق فعالة بلغت 91% في تدقيق السلامة الجوية الأخير الخاص بالإيكاو، وهو من أعلى النسب في العالم. وهذا يشير بوضوح إلى فعالية أنظمة وأمن وسلامة الطيران المدني في دولة قطر. وفي رحلتها على مدى العقود القليلة الماضية، أصبحت دولة قطر على وعي تام بالأهمية الجوهرية لتزويد القوى العاملة بالتدريب والمهارات الكافية. ومن هذا المنطلق يأتي برنامج قطر إيكاو بشأن المنح الدراسية للدول النامية، حيث دأبت دولة قطر على تقديم منح دراسية مجانية للطلاب من البلدان النامية للدراسة فيها، بهدف زيادة قدرات هذه البلدان على استيفاء المعايير والممارسات الخاصة بالمنظمة، بهدف تعزيز سلامة الطيران المدني في الدول المستفيدة من هذه المنح. وأدت جهودها كذلك في الاستثمار البناء بين منظمة الأفكاك
وكذلك منظمة الطيران المدني لأمريكا اللاتينية لاكاك من التركيز على بناء قدرات مختلفة في مجالات الطيران. وقد نجحت أكاديمية قطر لعلوم الطيران وهي مركز معتمد من قبلكم في برنامج ترينر المتقدم لمنظمة الإيكاو من تدريب أكثر من 2000 متخصص في أكثر من 80 دولة منذ إنشائها، منهم 300 هذه السنة. كما يشرفنا أن دولة قطر تمكنت من تقديم مساهمة لبرنامج منظمة الإيكاو للمساواة بين الكفاءات بين الجنسين في مجال الطيران المدني عقب اعتماد القرار للجمعية العمومية، وقد شارك به ما يزيد عن 160 من الكوادر النسائية من 56 دولة. سعادة الرئيس، السادة الحضور، تسعى دولة قطر لتصبح عضواً في مجلس المنظمة للمرة الأولى في تاريخها، ونحن كدولة رائدة عالمياً في قطاع الطيران نؤمن بتبادل المعارف والتجارب التي اكتسبناها على مدى سنوات طويلة، والتي شهد خلالها قطاع الطيران في قطر نمواً مضطرداً ليصبح صيت عالمي. كما لدى قطر إيماناً راسخ بقدراتها على الإسهام بشكل كبير للعمل سوياً لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه صناعة الطيران في الزمن الراهن والسنوات المقبلة، وسيكون لها الشرف إذا تسنت لها فرصة خدمة المجتمع الدولي. سيد الرئيس، في الختام، إنني على ثقة تامة بأن هذه الدورة من الجمعية العمومية تحت قيادتكم ستحقق نجاحاً باهراً في رسم معالم الطريق للسنوات الثلاث القادمة، وأود التأكيد مجدداً على تعاون دولة قطر التام خلال هذا الاجتماع وخلال السنوات القادمة. وتفخر دولة قطر بكونها عضواً ناشطاً في منظمتكم الموقرة، وتتشارك مع هذه المنظمة الدولية العديد من القيم حول مستقبل طيران مستدام لقطاع الطيران، بما يضمن عدم ترك أي بلد وراء الركب، فضلاً عن العمل مع جميع الدول الأعضاء للحفاظ على السماء مكاناً آمناً للجميع. كما تعلمون فإن بلادي تتشرف باستضافة بطولة كأس العالم 2022. نأمل أن تشرف بحضوركم جميعاً لتشهدوا كرم الضيافة في دولة قطر والمشهود لها عالمياً، حيث سيجتمع العالم على أرض بلادي ليشهد هذا العرس الكروي باستضافة قطر المميزة له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you and sorry for that. شكرا جزيلا لمندوب قطر الموقر.